الورد كل المستمعات والمستمعين في تونس في أوروبا وفي بقية المنطقة العربية، وإن شاء الله تونس خير. طبعا اليوم الذكرى 11 للثورة، وهي مناسبة باعتبار قرارها رسميا كذكرى احتفالية في علاقة بالثورة التونسية 17 جانفي، والتغير الحاصل نوعيا في علاقة الشعب بالدولة في مسألة الاستحقاق الديمقراطي، في مطالب الحريات، في مطالب الشغل، في مطالب التنمية، وفي تونس الجديدة. طبعا هي مناسبة أقول خاصة لدى النخبة للتقييم للقراءة الموضوعية لمعرفة النقائص، لماذا وصلنا إلى هذا الوضع الذي دفع الكثيرين إلى المراجعة، بدءا بموضوع الدستور، بدءا بعدم إنجاز الاستحقاقات اللي كانت مطلوبة تقريبا في شعارات الثورة. خليفة لحظة برك نكمل نصبح على نيجي ورجع لك خاطرنا في بالي، قلت لك جوج صباح الخير راهو خليفة طبعا، وانت انطلقت ما شاء الله عني بي على خير ما شاء الله بروميير دوزيام ويجري على روح لا بواتو تو خليفة بواتو تو واحدة صلي عني بروغرامي ايوا يا حكيم لطف عليك يا حكيم صباح الخير طيب انا نحب نقول لك حاجة مخي ببلاستيك ومكبر مرحبا بك بحذنا. حاب تقول لك مش خليت بلاصه خليت باركينج وذاك مرحبا بك نيجي زيدي صباح النور صباح الورد صباح الفل وصباح الورد على الناس كله ان شاء الله ان شاء الله تونس بخير وكوا معنا في اليوم بالذات معنا نهار 17 ديسمبر ان شاء الله تكون ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله تونس بخير متفائلين واضح احنا شويه خلينا نكونوا متفائلين مش خلينا ما عندنا حتى حل اخر ما نجم كان نتفائل خلينا متفائلين معناها خاطر فما خيارات اخرى الواحد ينجم يمشي فيها هاي فك علينا منهم لا من قبيل الخيار لا علاش من قبيل مزيد من التفائل ثم التفائل ومن قبيل مزيد من التفائل على بيش عنا معك اليوم خليفة طبعا في نفس السياق اللي كنا نتحدث فيه عن ذكرى الثورة وعن الاستحقاقات هناك استحقاق مهم أعتقد هو مسألة الدبلوماسية وممكن نسميها بين ظفرين قضية دبلوماسية الثورة منطلقا فيها العلاقات التونسية الجزائرية وزيارة الرئيس الجزائري الأخير وما دار حولها من كلام حول منجز هذه الزيارة والظرفية التي تنزلت فيها الزيارة وجملة الاتفاقيات الأبرمت هذا الكل معقول مقبول يمكن بالعين المجردة نلاحظه ولكن ثمة سؤال آخر مهم ما الجديد أو ما يجب أن يكون على مستوى العلاقات التونسية الجزائرية من ناحية وعلى مستوى كما قلت لك دبلوماسية الثورة أو دبلوماسية هذا الزمن الجديد نقوله أحنا مش العهد الجديد لأن الثورة قامت على فكرة العهد الجديد يعني القطع مع تلك الدبلوماسية الكلاسيكية اللي ما حققتش المكاسب المطلوبة للدولة التونسية طبعا تلك الفترة متاع العشر سنوات الأخيرة الحقيقة الدبلوماسية التونسية تراجعت أيما تراجع وظلت العلاقات تقريبا في حدود الوديات بين الدول نعود إلى الموضوع الجزائري هناك كثير من المسائل اللي يجب أن نقطع معها كليا هي العلاقات الكلاسيكية وعلاقات حسن الجوار والعلاقات الودية اللي الحقيقة ظلت محافظة تقريبا على خطها على الرغم من تغير سياسات الدول سواء كان في تونس أو في الجزائر المشكل كذلك نعتبره أنا في الدبلوماسيات العربية مزاجي الطابع يعني مربوط أساسا بالحاكم اللي يحكم الرئيس اللي موجود في هذه الدولة وفي تلك قد يحدد مسار تلك العلاقات اللي يجب نرتقي عليه يعني في أوروبا مثلا تجد خلافات بين رؤساء الدول أو الحكومات ولكن ما تمسش أساسا تشبيك العلاقات على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المجتمعي نرى كثير من الاتفاقيات وتقريب مش أول مرة تبرم اتفاقيات كبيرة ومعاهدات وبروتوكولات بين الدولة التونسية والجزائرية ولكن على مستوى التفعيل في مستوى الواقع لا نرى لها أثرا فعليا وعمليا ما زالت تونس والجزائر كما قلت لك الناس تنتقل بين بعضهم البعض
بالطرائق التقليدية اللي موجودة مع كل الدول العداء، أنه ما تمش تأشيرة ولكن الإجراءات هي نفسها. موضوع التملك والملكية على الرغم من أنه فيه شوية تحسين بالنسبة لشعوب منطقة المغرب العربي، ولكن مازال يعاني كثير من مخلفات، وهناك مشكلات للجزائر اللي يملك في تونس أو التونسي اللي حاول يملك هناك، مسألة كذلك الاستثمار وغيرها، هناك صعوبات يلاقيها المستثمر بين البلدين، وإنك الحدود هي أصلا مسكرة وعندها مدة وما تنجمش تدخل سلعة من الجزائر ولا الاستثمار مشيرتين والاستيراد والتوريد الأمور معقدة كثيرا، وما ثماش تشبيك اقتصادي حقيقي، ما ثماش مصالح اقتصادية كما قلت لك ومجتمعية عميقة تتجاوز ما قد يحدث في قادم الأيام أو كما حدث في السابق ساعات من خلافات على مستوى رؤيتهم الدبلوماسية وعلى مستوى تصورهم لمستقبل المنطقة. تقع هذه المشكلات تؤثر آليا على العلاقات. الحمد لله مع الجزائر متأثرتش بشكل كبير طيلة هذه العشر سنوات، ولو أنه في فترة المرزوقي كانت العلاقة تشهد شيء من البرود أنا نقول، ومع ذلك متأثرتش في علاقاتنا معها في موضوع الغاز، في موضوع شبكة الكهرباء، في موضوع تنقل المواطنين، ما تأثرتش لأن هناك عمق كبير في مستوى هذه العلاقات، بينما تأثرت مثلا مع الجارة ليبيا. ولكن الأصل فيه وقت تشبك العلاقات اقتصاديا كما قلت لك ومجتمعيا ما عادش تتأثر في قادم الأيام بتغير سياسات الدول والحكومات. ما زلنا سكة الحديد، مازال القطار ماهوش قاعد يشتغل، لانه الدول يوليو انجاجي ايكونوميكمون مع بعض، ما عادش فما حاجه اقوى بالعلاقات في وقتنا هذا. احنا اوروبا نقارنوا انفسنا بها اليوم عمله موحده خفيفه، رغم خلقنا 37 دقيقه في خطرها. اي خديت في خاطر تفضل انا قلنا هذا على المباشر الغبري على خاطر كو مال البروغراماسيون بتاعك. صلي على النبي، صلي على النبي على اخويا، صلي على النبي، صلي على النبي، ماشي مع الفشته، جيب معك شويه سينوج خليفه استديو يلا هنا ذكر الثورة ونخدم مثلا جوست معناها باختصار ثم شكون اللي راهن على فساد العلاقة بين الجزائر وتونس، خاصة بعد الموقف اللي خذته تونس واللي اعتبر أنه انحياز للمغرب، كتذكروا في قضية الصحراء الكبرى صحيح. انحياز للمغرب وبداية عداوة مع الجزائر بعد يعني تبين أنه هالمراهنة هذه ما كانتش في محلها، كانت غالطة، والعلاقة بين الجزائر وتونس تتجاوز حكاية أنه بيناتنا فما تاريخ مشترك، وتتجاوز أنه فما أنبوب غاز يتعدى على جزائري يتعدى على تونس، تتجاوز هذا الكل. الجزائر تبقى هي الشقيقة الكبرى اللي تقف مع تونس وقت المحن. احنا توقف تونس في محنة مالية اقتصادية، الجزائر لم تتردد رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، رواني ما يعرفوش الناس انه الجزائر يعني رغم ثروات الغاز اللي عندها ورغم يعني صحيح معناها اقتصادها يعتمد بنسبة اكثر من 80% على الثروات الطبيعية، الان في السنوات الاخيرة الجزائر تعاني من هزات اقتصادية، ومع ذلك تقف إلى جانب تونس في محنتها. صحيح ما 300 مليون دولار ما تحلش المشكلة المالية متاع تونس، لكن على الأقل قشة، ومو على الأقل في واضح نجي زايد فتح باب ممكن ينجم يجي بعده فلوس أخرى من بلايص أخرى، وفتح باب الاستثمارات راهو مهم ياسر، وخاصة إعادة الثقة في الاقتصاد التونسي، ممكن هذا اللي احنا سميناه فتيحة خير الاتفاقيات. وخلي ذكر بربي سميح باختصار أنه الجزائر وقت اللي قطعت أنبوب الغاز اللي يتعدى على الأراضي المغربية خلات أنبوب الغاز اللي يتعدى على الأراضي التونسية. واضح، شكرا لك خليفة، كنت هذه لغير